ايه الخدمات اللي بيقدمها هذا الكارت الذكي للمزارع المصري؟ ازاي قدرنا نخلي المزارع يتعامل مع قصة الشمول المالي، قصة الكارت الذكي؟ ازاي دخلناه في ده؟ هل عملنا حساب قصة محو الأمية، وعملنا حساب ان قطاع من الفلاحين ربما يعني يكون تعليمه ما يأهلوش ان هو يتعامل مع ده؟ هنعمل ايه ايضا في المستقبل؟ تفاصيل كتير جدا هنتكلم فيها مع دكتور خالد علي ابو شادي، وكيل وزاره الزراعه في محافظه الغربيه. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك معنا في صباح الخير. صباح الخير يا استاذ مصطفى، صباح الخير يا استاذه بسام. اهلا بحضرتك، صباح الخير عليك. صباح الخير على حضراتكم وعلى اسره البرنامج، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير، وفلاحي محافظه الغربيه وفلاحي مصر كلهم جميعا بخير. يعني في البدايه حابين حضرتك تكلمنا يمكن عن ابرز الخدمات اللي بيشملها الكارت الذكي للمزارع. خلينا نتكلم من الاول خالص كده. والله حضرتك محافظة الغربية كانت المحافظة الأولى اللي كان لها السبق في كارت في عمل كارت الفلاح، والتجربة كانت تجربة ناجحة تماما، وتم تنفيذ الكروت الخاصة بمزارعي محافظة الغربية، وتم استخدامها الكلام ده من سنة 2019. تم تحديث هذا الكارت وبقى عبارة عن كارت ميزة، كارت مدفوعات ممكن المزارع حضرتك بيستخدمه في ان يضاف عليه اي مبالغ ماليه، ويستخدمه في سداد اي مستحقات ماليه خاصه بالمزارع في اي جهه من الجهات. طبعا حضرتك الحوكمه اللي بتتم النهارده عشان خاطر صرف الاسمده المدعمه اللي الدوله بتدعمها بمبالغ كبيره جدا للمزارعين، ده طبعا بيتم التحكم فيه عن طريق هذا الكارت. صحيح. بيتم ادخال المحصول المنزرع على التابلت اللي موجود في الجمعيه الزراعيه، وبمجرد ما بيتغذى التابلت بنوع المحصول المنزرع على الحيازه المسجله على التابلت بتاع كل المزارعين. دلوقتي تم تحديث كل الزراعه المساحات والحيازات الزراعيه اللي خاصه بيهم، اصبحت مسجلة على جهاز التابلت اللي موجود في الجمعية على المنظومة. بمجرد ما بدخل نوع المحصول المنزرع بعد معاينة الأرض على الطبيعة بيجي يدخل المحصول. في الحالة دي بيبقى الجهاز مبرمج والدنيا مبرمجة وعارف المقنن السمادي بتاع المحصول المنزرع للمساحة الحائز بها المزارع، بيحدد الكميه اللي هيتم صرفها. ما على المزارع الا ان هو بيتوجه بالكارت الى الجمعيه الزراعيه وبيدخله على الماكينه اللي موجوده داخل الجمعيه. تمام. زي ماكينه الصرف الخبز زي الاي تي ام بالظبط. يعني طب بعيدا عن التفاصيل، خلينا نتكلم بشكل قومي بالنسبه لجمهوريه مصر العربيه، ايه هي الارقام اللي هيوفرها هذا الكارت او منظومه الكارت الذكي ده للدولة المصرية؟ يعني احنا قلنا قاعدة بيانات للحيازات الزراعية، حصر دقيق للمساحات المنزرعة، كمية المحاصيل المستهدفة. ازاي هيعمل هذا الكارت هذا الامر، مع العلم ان هو اكيد ما تطبقش على كل الفلاحين؟ يعني اكيد في قطاع كبير لسه ما استلمش الكارت وتعامل معاه. هو طبعا حضرتك دلوقتي بالنسبة لي يعني 90% من المزارعين معاهم الكارت ده، بيتعاملوا بيه النهارده على داخل المنظومه. وكل التوجيهات دلوقتي بتاع معالي وزير الزراعه ان لابد من اصدار الكارت لجميع المزارعين الحائزين بجمهوريه مصر العربيه، فيما عدا المزارعين اللي هم ما وفقوش اوضاعهم مع بعض، ورثه ولم يتم توفيق اوضاعهم. هم دول لابد انهم يتوافقوا مع بعض ويفوضوا حد فيهم عشان يستخدم هذا الكارت. انما دلوقتي التعليمات حضرتك كل المزارعين دلوقتي لابد التعامل عن طريق. طب دي نقطه بيوفر ايه للدوله بقى يا استاذ خالد؟ دي هتحد من عمليه صرف الاسمده بدون وجه حق، وخصوصا الاسمده المدعمه. حضرتك طن السماد المدعم ب 4500 جنيه. في بره الحر بيعدي 13-14 ألف جنيه. فده طبعا هيحد من تسرب اي كميات، وهيبقى في حوكمه على الاسمده. واحنا النهارده في منظومه جديده، بقت السياره في المصنع بيتم الحجز للجمعيه كميه الاسمده عن طريق التابلت في الجمعيه، هو قاعد.
الموظف هو قاعد بيحجز النقلة اللي هتجيله من مصنع أبو قير. في كارت مع السواق دلوقتي بيشحن وتضاف، بيشحن الناقلة بتاعته أو السيارة من المصنع، وبيضاف على الكارت بتاع السواق ال 50 طن اللي حطهم على السيارة. ما ينزلوش من على السيارة إلا ما يروح الجمعية المتوجه إليها وينزل الكمية ويحط المكنة الكارت بتاع السواق في الماكينة اللي في الجمعية عشان ينزل الرصيد ال 50 طن اللي تم للمصنع اضافهم على حساب السائق السيارة في عهدة أمين المخزن اللي موجود في الجمعية الزراعية. فأصبح في حوكمة كبيرة دلوقتي للحفاظ على الأسمدة المدعمة وعدم تسريبها لغير مستحقيها، ودي مبالغ كبيرة جدا بتنفق في هذا المجال. طيب حضرتك يمكن قلت ان في عدد كبير جدا من المزارعين في انحاء الجمهوريه كلها معاهم دلوقتي الكارت، اللي لسه ما عملوش الكارت، ايه ابرز الشروط اللي بيستوجب توفرها من اجل حصول الفلاح او طبعا المزارع على كارت الفلاح الذكي؟ ما على المزارع ان ياخد المستندات الخاصه به اللي بتثبت ملكيته للمساحه المراد تحيزها، وبياخد بيعمل استماره في الجمعيه وبتسجل على المنظومه، وبيتوجه الى البنك الاقرب فرع للبنك الزراعي المصري وبيروح يدفع 51 جنيه في البنك. وفي الحاله دي في ظرف 15 يوم بيتم اصدار الكارت، وبعد تسجيله بعد دفعه المبلغ في البنك الزراعي المصري ممكن في خدمه جديده اتعملت على في المنظومه بتاع صرف الاسمده، ان بالرقم القومي هيدخله على الماكينه اللي موجوده في الجمعيه الزراعيه ورقم التليفون. البنك هيبعت لنا رساله باسورد بحيث ان احنا نخش تاني بالرقم القومي ونصرف له الاسمده بغض النظر عن وجود كارت الفلاح. على اي حال يعني قاعدة بيانات قومية لكل الحيازات الزراعية، حصر دقيق لكل المساحات المنزرعة، شمول المالي أو لغة الأرقام هي أول لبنة بتوضع في بناء التنمية. يعني لو حطينا أو قلنا إن أنت علشان تعمل تنمية لازم يبقى عندك أرقام محددة علشان تبني عليها إزاي هتعمل هذه التنمية. بنشكرك يا دكتور خالد، دكتور خالد علي أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة في محافظة الغربية، شكرا جزيلا لحضرتك.